تحديدا في يوم الخميس الساعه 6 مساء جاءنا بلاغ من القطاع النفطي عن وجود بقعة زيت باتجاه الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية، ويعني انزلت الفرق التابعة للوزارة وكذلك الهيئة العامة للبيئة، ونشكر أيضا الداخلية والقطاع النفطي، وابتدينا نضع هذه المصدات حتى نضمن أنها ما توصل إلى المياه اللي داخلة لمحطات إنتاج المياه. وبالفعل نجحت هذه المصدات في صد بقعة الزيت من أنها تدخل إلى حوض المياه التابع لمحطة الزور. وأيضا ودي أطمن الجميع أنه إحنا أيضا التكنولوجيا المستخدمة عندنا في المحطات أن هذه المياه يتم سحبها على ارتفاع تقريبا 15 متر، فبقعة الزيت حتى إن تواجدت على متر أو مترين لا تؤثر على المياه الداخلة للمحطة. هذا من جانب. من جانب ثاني أيضا الأخوان العاملين في الوزارة وعلى مدار الساعة قاعدين يأخذون عينات بالتعاون أيضا مع الهيئة العامة للبيئة وكذلك مع الكويت الأبحاث العلمية لفحص المياه وجودتها، ولله الحمد المياه سليمة ولا يوجد أي تأثر لبقعة الزيت على جودة المياه.